السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب للفيديو ومشاركة المقطع من فضلكم. إليك 50 سؤالاً دينياً مع أجوبتها تتعلق بالإسلام. 1. من هو الإسلام؟ الإسلام هو دين التوحيد الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس إلى عبادة الله الواحد واتباع تعاليمه. 2. من هو آخر الأنبياء في الإسلام؟ آخر الأنبياء في الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. 3. من هي الصلوات الخمس في الإسلام؟ الصلوات الخمس هي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. 4. من هي أركان الإسلام الخمسة؟ أركان الإسلام الخمسة هي الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم في رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلاً. 5. من هو القرآن؟ القرآن هو كتاب الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المصدر الأساسي للتشريع في الإسلام. 6. من معنى لا إله إلا الله؟ تعني أن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. 7. من هي السنة النبوية؟ السنة النبوية هي ما ورد عن النبي محمد من أقوال وأفعال وتقريرات. 8. من هو الحديث الشريف؟ الحديث الشريف هو ما نقل عن النبي محمد من قول أو فعل أو إقرار. 9. من هو الزكاة؟ الزكاة هي فريضة مالية واجبة على المسلمين الذين تنطبق عليهم الشروط الشرعية. 10. من هو الصوم؟